معاكم لاخبار الزمالك ووصلت بعثه الزمالك خلال الساعات اللي فاتت دي لتنزانيا استعدادا اكيد لمباراه سولر بطل جيبوتي واللي هتقام يوم السبت في دور ال 32 من الكونفدراليه الافريقيه في تدريب النهارده ان شاء الله بقياده الكولومبي اوسوريو والمدير الفني للزمالك. قائمه كمان الزمالك اللي سافرت تنزانيا بتضم محمد صبحي، عبد الرحمن نفاد، معاد علاء في حراسه المرمى، حمده المثلوثي وعمر جابر ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر ونبيل عماد دنجا وعمرو السيسي ومحمد اشرف رؤى ومحمد حسام يوسف اوباما وسيد عبد الله واحمد عبد الرحيم ايشو شيكابالا وابراهيم نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي. وكمان اكدت اللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك في الوقت الحالي ان هي هتصرف مستحقات احمد سيد زيزو وان اللاعب خلاص بالفعل حصل على المبلغ المخصص ليه بعد التنسيق مع اداره الكوره وعبد الواحد السيد مدير الكوره. يعني كشف عبد الواحد السيد مدير الكوره في نادي الزمالك سبب غياب زيزو عن بعثه الفريق في تنزانيا واكد اصابته بكدمه في انكل القدم واللي تعرض ليها اثناء مشاركته في وديه مصر وتونس، وشدد مدير الكوره ان زيزو خاضع لكشف مبدئي بمعرفه الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك واللي فضل ان هو يريح اللاعب وان هو يخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي بالقاهره عشان يتفادى تفاقم اصابته. ونروح لخبر تاني المره دي من حمدي علاء لاعب نادي الزمالك واللي تمت اعارته لصفوف نادي سموحه خلاص بشكل رسمي. الجهاز المعاون لنادي الزمالك كان متحفظ على مساله رحيل حمدي علاء وعدم بقاء مع الفريق الموسم الجديد. الجهاز المعاون كان شايف برضه ان حمدي علاء لاعب كويس جدا اكيد هيفيد الفريق في وسط الملعب، خصوصا وان هو يعني كان ظهر بمستوى كويس قوي خلال فتره وجوده معار مع نادي البنك الاهلي، وان اللاعب كمان كان محتاج لفرصه مع الزمالك وان هو قرار الرحيل عن نادي الزمالك كنت قاله لصفوف سموحه جه بناء على توصيه من اوسوريو المدير الفني للفريق، واللي صدم اللاعب خلال البطوله العربيه ان هو اكد له ان هيكون هو الخيار الرابع بالنسبه له وان هو مش هيقدر يعتمد عليه في وسط الملعب. نروح بقى معاكم لخبر تاني، وتواصل عضو مجلس او عضو في الجهاز الفني للزمالك مع جون ايبوكا مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا خلال الايام اللي فاتت دي، واتكلم معاه عن امكانيه ضمه لصفوف الفريق في فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه ان شاء الله في يناير القادم. واكد عضو الجهاز الفني للاعب ان ازمه القيد الحاليه اللي طبعا بتمنع النادي ان هو يعني يدخل في اي مفاوضات رسميه مع اداره نادي سيراميكا للتعاقد مع اللاعب. عضو الجهاز الفني لنادي الزمالك اكد كمان للاعب ان هو ضمن حسابات الجهاز الفني، خصوصا طبعا بعد المستوى اللي ظهر عليه في الفتره اللي فاتت دي، وان النادي اكيد بيسعى ان هو يدعم الفريق بمهاجم خلال فتره الانتقالات الشتويه دي في يناير القادم.